لمزيد من التفاصيل عن الشأن السوري وآخر التطورات الميدانية ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية المحلل السياسي السوري ياسر النجار. أهلا بكم أستاذ ياسر. وفي ظل ورود أنباء عن مقتل 4 مدنيين في حصيلة أخيرة عن قصف قوات النظام على بلدات بريف درعا، هل تظن أن القوات المتفاوضة مع الضامن الروسي كانت لا تعرف بسوابق النظام وحليفه حتى توافق على الجلوس على طاولة المفاوضات؟ مساء الخير. حقيقة ما يحصل في درعا يعني غير مستجد، حصل مثله سابقا في الغوطة وفي الريف الشمالي بحمص. تبدأ السيناريو من خلال أن روسيا تحمل على وفد من المفاوضات، وهي تريد أن تقول أنها ترعى هذه المفاوضات وأنها تضمن مخرجات هذه المفاوضات. في نهاية المطاف يتم لروسيا ما أرادت، تنسحب الشرطة العسكرية الروسية ثم تتدخل قوات النظام والميليشيات الإيرانية من جديد. أنا أتصور أن درعا ليست بعيدة عن هذا السيناريو. وجدنا هذا الأمر اليوم في على وجه التحديد في مدينة طفس، وأيضا بالقرب من الحدود في قرية أم الميازين. أنا بتصوري أن روسيا تعلم أن لا أحد يصدقها، ولكن الجميع يحتاج روسيا من أجل إنجاز ما على المستوى السياسي. نعلم جميعا أن وصول قوات النظام حتى لو كانت من خلفها الميليشيات الإيرانية إلى الحدود الأردنية والسيطرة على معبد نصيب، أبدأ جميع الدول ارتياحها لذلك. إذن الجميع متفق على أن مرحلة الحسم العسكري بالنسبة للنظام أصبحت أمرا واقعا، وآخر ما يهم المجتمع الدولي أو الدول الفاعلة في الملف السوري أتصور هو الملف الإنساني. إذن النظام يحق له أن يتجاوز كل هذه الاتفاقيات. الميليشيات الإيرانية أو النظام تتعنت على مناطق يعني تم الاتفاق على خروجها ولا تخرج. وأيضا في طفس اليوم يصر قائد من قوات النظام على أنه سيدخل ويحسم عسكريا حتى لو كان هناك مفاوضات اتفقوا من خلالها على عدم تواجد الفصيل العسكري. بالحديث عن هذه السيناريوهات، إلى أي مدى تتفق مع الرأي القائل بأن ما يحدث الآن هو خرق يمكن معه ترميم الاتفاق والسير في تطبيقه، أم أن هذا الاتفاق برأيك انهار كليا بعد كل هذه الانتهاكات؟ يعني بتصوري روسيا وضحت في بداية الأمر على أن هذا الاتفاق قد لا يشمل كافة درعا. الآن صار لروسيا باتجاه المنطقة شرق الأوتستراد، أنا أقصد الريف الشرقي لدرعا، تم السيطرة عليه نتيجة المفاوضات، نتيجة الاتفاقات مع بعض قادة الفصائل. المخرج الآن هو الاتجاه نحو غرب الريف الغربي لدرعا أو غرب الأوتستراد. أنا بتصوري أصبح النظام يعي حقيقة أن وجوده في هذه المنطقة والحسم العسكري يحتاج إلى ضوء أخضر من إسرائيل. بتصوري روسيا والنظام انتظرا قليلا ليروا كبالون اختبار ردة فعل المجتمع الدولي أو ردة فعل الدول المتدخلة. لم نسمع أي صوت انتقاد، بل على العكس وجدنا يعني صمت مطبق أو حتى الترحيب بما سنتحدث وصل إليه. سنتحدث لاحقا عن المواقف الدولية، لكن ميدانيا هل باتت الفصائل محاصرة ومن ثم يمكن بسهولة تصفيتها خاصة بعد سيطرة النظام على معبر نصيب؟ بتصور العمل بالعكس تماما. الريف الغربي لدرعا ذات تضاريس مميزه، ليس شانه شان الريف الشرقي، هذا من جانب. من جانب اخر نعلم ان كل القوى العسكريه التي لم تنصاع او لم تقبل بهذه المفاوضات خرجت من الريف الشرقي لدرعا الى الريف الغربي، وتم التشكيل اليوم ما يعرف بجيش الجنوب. انا بتصوري يستطيع او تستطيع الفصائل العسكريه المتواجده هناك ان يعني تكبد النظام خسائر فادحه، سيما واننا نعلم ان روسيا ارادت هذا الانتصار بشكل سريع قبل القمه المرتقبه ما بين بوتين وترامب، وليس على سيناريو طويل المدى عسكريا، ويستطيعون ان يحققوا هذا الامر عسكريا على مدى زمني غير منظور. اشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي ياسر النجار، كنت معنا عبر الهاتف او عبر سكايب من مدينه اسطنبول.